كل بعض الأشخاص وهم قليلون الذين لا يريدون الخير لا للوطن ولا حتى للشركات التي يقتاتون منها. نعمل كذلك حاليا على وضع حيز الخدمة للتطبيق الخاصة بالبيع الإلكتروني للتذاكر بالنسبة للنقل البحري، والتي كانت حقيقة النقطة الأضعف أو الحلقة الأضعف في نشاط النقل البحري. كذلك كنا كما أعلنت عليه في وقت سابق برمجنا حصة خاصة بالنسبة لنشاط النشاط التجاري للشركة الوطنية للنقل بالخطوط الجوية. كذلك تعاني هذه الشركة من مشكل، وتعمل الإدارة الحالية ومستقبل إن شاء الله على أن تكون المنصة فعلية وفعالة وتسمح المواطن بأن يقتني تذكيرته عن بعد.